في ايام الحرب ما بنحبش نشغل الفرن. تعالوا نعمل التشيز كيك مع البسكوت المقرمش في 3 خطوات. اول خطوه معايا 3 كوبايات بسكوت، 150 جرام زبده، ومعلقتين سكر بودر. تاني خطوة وهي الكريم، عايزين كيس كريم خاص، كوب لبن، والجيلي. وشفت مكعبات جبنة وحليب مكثف. وآخر خطوة هنزين التشيز كيك بالفراولة.